أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في الأيمان ألا يحلف، ألا يحلفوا. أحسن الله إليكم. والأصل في الأيمان ألا يحلف بغيره سبحانه فلتعرفوا. لا يحتاج إلى شرح. لا يحلف إلا بالله أو صفة من صفاته، لا يحلف إلا بالله أو صفة من صفاته. فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك الشرك الأصغر، وإن اعتقد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله فشرك أكبر. هذه فهمناها خلاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد ولا بالطواغي، بالياء، ولا بالطواغي. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف وقاف قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. نعم، صفة الحلف بغير الله كثيرة. كان يقول: وجبريل وميكائيل والنبي والعش والملح والست زينب والعيدروس وشرفي وشرف أبويا ورأس أمي ورأس الشغالة وخشيبك. وش خشيبك ذي؟ خشيمك، عزو خشيبك، خشيبك ذي، الله يستر. فالشاهد أن كل مخلوق حلفت به من دون الله عز وجل فقد وقعت في الشرك الأصغر. ها؟ فإن اعتقدت تعظيما للمحلوف به كتعظيم الله فإنه ينقلب إلى شرك أكبر. طيب، العلماء يقولون: لا يجوز الحلف بالمخلوقات وإن عظمت رتبة المخلوق المحلوف به. ما عظمت رتبة المخلوق المحلوف به فلا يحل لك ذلك، فلا يحل لك ذلك أن تحلف به، لأن العبادة لله عز وجل وحده. نعم.